بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. آية إذا قرأتها بعد كل صلاة لم يمنعك من دخول الجنة إلا الموت. سبحان الله، نبينا عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا فيه خير لنا إلا أنبأنا عنه صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الآية العظيمة التي تأخذ معك دقيقة فقط، قراءتها دقيقة أو ثلاث دقائق كحد أقصى إذا أردت أن تقرأها بهدوء؟ ما هي هذه الآية؟ هي آية واحدة من القرآن تقرأها بعد كل صلاة تفتح لك أبواب الجنة، والجنة تكون بانتظارك أخي الحبيب، الجنة بانتظارك. عندما تقرأ هذه الآية تفتح أبواب الجنة، ولا يحجبك عن الجنة إلا الموت. بمجرد أن قضي أجلك مباشرة ستنتقل إلى الجنة. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول أيها الأحبة؟ من قرأ آية الكرسي، وهي طبعا أعظم آية في القرآن العظيم، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا هذه الآية عظيمة؟ يجب أن نتعرف على خصائص هذه الآية وما تحويه من كنوز وأسرار ومعاني عظيمة. عندما نتعرف عليها ونتذوق هذه الآية، صدقني لن تتركها، يعني ستقرأها ليس طمعا في الجنة فقط أو لمجرد، لا، لأنك سترتاح عندما تستمع أو عندما تقرأ هذه الآية، ستشعر بالهدوء، ستشعر بالقوة، ستشعر أن هناك قوة من العظيم العلي العظيم تستمدها في حياتك، تعطيك القوة، تمنحك الصبر في هذه الدنيا. انظر أخي الحبيب، يجب أن تتأمل هذه الآية. أنا يعني لا أنصح أحدا أن يحفظ القرآن مثل الببغاء، يجب أن تفهم من عظمة هذه الآية أنها بدأت بأعظم كلمة. أنا الآن سأتأمل معك خصائص آية الكرسي، يعني لماذا هذه الآية بالذات؟ القرآن فيه 6236 آية، عدد كبير من الآيات، 600 صفحة. لماذا هذه الآية؟ الآية 255 من سورة البقرة، لماذا؟ ماذا يوجد فيها؟ إذن سنعدد خصائص هذه الآية. أول شيء من عظمة هذه الآية أنها بدأت بكلمة عظيمة هي الله. إذن أول ما تنطق به أو ما ينطق به لسانك هو الله، ثم التوحيد، لأن أهم شيء التوحيد أيها الأحبة. ما الفرق؟ لماذا؟ ما هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله؟ هو عكس التوحيد، الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما دمت موحدا لله فالجنة مضمونة بإذن الله. المشرك كارثة، ابتعد تماما عن رحمة الله وعن الجنة. إذن كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لك إن التوحيد هو سبب دخول الجنة، التوحيد الصحيح. الله لا إله إلا هو. إذن أنت بدأت باسم العظيم سبحانه وتعالى الله، ثم أقررت وأيقنت وصرحت واعترفت أنه لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو. عندما تنطق هذه العبارة أخي الحبيب، يجب أن تفرغ قلبك من كل البشر، لأن الإله واحد، أن تفرغ حياتك من كل المعبودات. نحن اليوم للأسف نعبد المال، نعبد الدنيا، نعبد الشهوات، نعبد السلطة، الشهرة،
كل هذه آلهة تتخذ من دون الله. للأسف الله لا إله إلا هو، عندما تقول هذه الكلمات الله لا إله إلا هو خمس كلمات، عندما تبدأ بها يجب أن تستحضر خالق الكون تبارك وتعالى، وأنه لا إله إلا هو، هو الذي يحييك ويميتك، هو الذي يرزقك، وهو الذي يصرف عنك الشر، وهو الذي يحميك، فقط هو ليس أي شخص آخر. صدقني السبعة مليارات أو ثمانية مليارات إنسان والله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون أي شيء، لا يستطيع أن يطيل عمره يوما واحدا. فإذا دعك من الخلق وسلم قلبك للخالق عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا أنا أيقنت أن هناك إلها واحدا فقط هو المسيطر. طيب، أول صفة لله هنا وثاني صفة الحي القيوم. طيب لماذا اختار الله هاتين الصفتين؟ يجب أن نتفكر أيها الأحبة، لأن الله أمرنا أن نتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ ما معنى حي؟ حي لا يموت. الله عز وجل من صفة الحي أنه يسمع ويبصر في كل لحظة، وأنه يراني ويرى من يريد أن يضرني مثلا، يرى حالي. حي قيوم، قيوم يعني قائم على شؤون عباده، قائم على شؤون خلقه، قائم على هذا الكون. يعني اليوم في بلد ما إذا غاب الأمن بدأت الاضطرابات والفوضى، فيسمون مثلا أجهزة الأمن بالعين الساهرة، أي أنها تمسك هذا البلد وتحفظه من اللصوص والحوادث والمجرمين وكذا كذا إلى آخره. ولله المثل الأعلى طبعا، الله يمسك الكون كاملا ويقوم على شؤون كل شيء، كل ذرة من ذرات الكون الله يمسكها ويتحكم بها. إذن أنا عندما أقول الحي القيوم، طيب إذا كان الله هو القيوم القائم على الكون لماذا ألجأ إلى غيره؟ يعني أنت عندك الملك، تذهب للعباد أو العبيد. تخيل أنك دخلت إلى قصر والملك يدعوك شخصيا، يقول لك تعال، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بمجرد أن تقول يا رب الله يستجيب لك، يدعوكم ليغفر لكم. تخيل أن ملكا من ملوك الأرض، ملك عظيم، يدعوك ويقول لك تفضل. تلجأ إلى العبيد في الخارج وتنسى الملك، هذا غير منطقي. فأنت عندما تلجأ إلى فلان وفلان وفلان وتلجأ إلى فلان وفلان وتنسى رب الكون، تنسى الحي القيوم، إذن بالفعل أنت تعيس، لن تحصل على السعادة إلا إذا تعلق قلبك بالحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى أدنى أنواع الغفلة لا تأخذه، لأن الله لو غفل أو نام حاشا لله سينهار هذا الكون. من الذي يمسك هذا الكون؟ لا تصدق أخي الحبيب أن هناك قوانين فيزيائية تمسك الكون. من الذي خلق هذه القوانين؟ من الذي يحافظ على استمرارية هذه القوانين؟ لابد من خالق. أنت مهما وضعت من قوانين في مصنع معين إذا غفلت عنه ستحدث الفوضى. هذا على مستوى في البيت، في بيتك أنت، على مستوى أسرة فيها ثلاثة أربعة أشخاص، إذا وضعت قوانين
ولم تراقب تطبيقها وغفلت عنها ستنتشر الفوضى. طيب كيف بالملك سبحانه وتعالى وضع قوانين للكون ولكن يمسك هذا الكون من خلال هذه القوانين؟ إذا لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب هناك إله، أولا لا إله إلا هو، هو المسيطر وحي وقيوم، مسؤول عن 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 كل شيء، ويسيطر على كل شيء ويتحكم بكل شيء، ولا ينام ولا يغفل. طيب أنا أتركه وألجأ إلى عبد ضعيف؟ هذه المعاني يجب أن تستحضرها كلما قرأت آية الكرسي. طيب أنا أطمع مثلا فلان أن يعطيني قطعة أرض، أو أحلم ببيت، أحلم بسلطة معينة، أحلم بوظيفة معينة. طيب لماذا تلجأ إلى هؤلاء الناس وتنسى مالك السماوات والأرض؟ كل ذرة في الكون هي لله، أنت أيها الإنسان ليس لك أي شيء، ستموت وتترك كل شيء خلفك. كل ما يبنيه البشر الآن سيدمر يوم القيامة، كل من عليها فان. طيب إذن عندما تقرأ له ما في السماوات وما في الأرض، يجب أن تستحضر عظمة مالك هذا الكون، أنه هو الذي يعطيك. طيب قلنا الملك يناديك ليعطيك، تلجأ لهؤلاء، ماذا سيقدم لك هؤلاء؟ لن يقدم لك شيئا، الملك هو الذي سيقدم لك، الذي له الملك، له ما في السماوات وما في الأرض. عندما تقرأ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يجب أن تقول هذا الإله ليس لديه واسطات، ليس لديه واسطة، لا يوجد، يعني لا يمكن لإنسان يلحد ويشرك ويغفل وكذا ثم يوم القيامة يقول يا رب اغفر لي. لا، أنت في الدنيا يجب أن تعمل، عملك هو الذي سيشفع لك أمام الله سبحانه وتعالى. إذا أردت النبي أن يشفع لك اقتدي بهذا النبي. إذا أردت ابنك أن يكون لديه شفاعة لك يوم القيامة بإذن الله طبعا، أحسن تربيته. إذا أردت أن يشفع لك أباك أو أمك، أحسن إليهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن الشفاعة عند الله بإذن الله، لا يوجد لا مال ولا يوجد سلطة تنفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا أنا بالنسبة لي هكذا أفهم أيها الأحبة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أنا أفهم أن الله ليس لديه واسطة، وليس لديه فلان ابن فلان، وليس لديه الملك فلان، عملك هو الذي إما أن يقودك إلى النار أو إلى الجنة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه الجزئية مهمة جدا أيها الأحبة، عبارة مهمة. الآن إذا جبنا إنسان وسلطنا عليه كاميرا مراقبة وهو يعلم، ستجده تماما، يعني أنا أقف أمام الكاميرا الآن، هل أستطيع أن أفعل أشياء خاطئة؟ سأقدم أفضل ما عندي. هكذا ينبغي أن تتخيل، لو صح أن نقول الكاميرا الإلهية، المراقبة الإلهية لك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله يعلم كل شيء. إذا فكرت بفكرة يعلمها الله، إذا فكرت أن أمكر بأخي يعلمه الله، إذا فكرت أنني سأؤذي فلانا، سآكل مال فلان، سآكل الربا، سأرتكب هذه الفاحشة، الله يعلم ذلك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فكما أن هذا الإله العظيم يعلم تماما ماذا يوجد، ماذا أفكر وماذا أفعل، يعلم أيضا ماذا يفعل الآخرون. فإذا خفت من أحد تذكر هذه الآية،
الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم أن هذا يريد أن يضرك، يعلم أن هذا يريد أن يحسدك، يعلم أن هذا يريد أن يفسد عليك حياتك أو يقطع رزقك أو كذا، فتطمئن وتقول بما أن هناك إلها يعلم كل شيء أنا لن أهتم به، بهذا الشخص أقصد الذي يؤذيني، لأن الله يعلم. مثل أنت في إذا كنت بحضرة ملك من ملوك الأرض وهو يرى ويعلم أن هذا سيؤذيك وأيقنت أنه يعلم تطمئن، الملك يعلم فلا مشكلة، لن يصيبني إلا الخير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل هذه العلوم أيها الأحبة لم يحط بها البشر علما إلا بعد مشيئة الله. عندما أراد الله اخترع الإنسان الكمبيوتر، عندما أراد الله اخترع الإنسان المركبة الفضائية وغير ذلك. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الروح حتى الآن لم يكتشف أسرارها أحد، لم يأذن الله. النفس لم تكتشف حتى الآن، هل هناك جهاز لقياس النفس حجمها أو شكلها أو وزنها؟ لا يوجد. إذن أي علم موجود على الأرض جاء بإذن من الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الإله العظيم الذي كرسيه، ولله المثل الأعلى، نحن لا نعلم شكل الكرسي ولا نعلم عظمة الخالق ولا نستطيع أن نتخيل من هو، ولكن الله قال وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان كل هذا الكون هو ذرة داخل كرسي الرحمن، فكيف بقدرة الله تبارك وتعالى؟ الكرسي فوقه العرش أيضا، يعني العرش هائل خارج الإطار العقل أيها الأحبة، خارج هذا التصور البشري. فإذا كان هذا الإله العظيم الذي أحاط بالكون كله موجود ويناديني ويدعوني ليستجيب لي، طيب أنا بالله عليكم أحمل هم فلان أو فلان أو فلان؟ ووسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه أن يحفظ الكون بسماواته وأرضه، لا يعجزه ولا يؤوده. فالله عز وجل الذي لم يعجز في حفظ الكون مجرات، أيعجز أن يحفظ مخلوقا ضعيفا يقول يا الله؟ لا يعجز والله أيها الأحبة. ولا يؤوده حفظهما، هنا الخاتمة، الخاتمة مهمة أيها الأحبة في أي موضوع. ختم الله هذه الآية أيضا باسمين كريمين من أسمائه الحسنى، وهو العلي العظيم. إذن دقق معي، الله هو العلي، أعلى من البشر، أعلى من سلطة البشر، مهما بلغ البشر هم بشر، هم عباد، الله فوق عباده، أعلى من عباده، عظيم، مهما تخيلت عظمة الله، الله أعظم من ذلك. فهذا العظيم أنا سألجأ إليه ليحل لي مشاكلي، قادر على ذلك، وهو العلي العظيم. دقق معي، بدأت آية الكرسي باسم الله وانتهت باسم العظيم، فكأن هذه الآية خاصة بالله سبحانه وتعالى، من هنا أخذت هذه الآية أهميتها. فأنت إذا قلت دبر كل صلاة هذه الآية ولم تغفل عنها
وتذوقت هذه المعاني سيتعلق قلبك بالله وتصبح في حالة شوق للجنة، شوق للقاء الله، وبالتالي لن يحجبك عن الجنة إلا الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. وأوصيكم أحبتي في الله، والله الدنيا قصيرة جدا، في أي لحظة ستموت، أي لحظة. أحد الصالحين كان لا يأمن إذا أخذ نفسا أن يخرجه، يقول ربما أموت قبل أن أخرج هذا النفس. لذلك أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن أنت هنا يجب أن تحفظ هذه الآية، تتذوق معاني هذه الآية، تتدبر هذه الآية، وتقولها بعد كل صلاة موقنا بها، تستيقن بكل كلمة فيها، ولن يحجبك ولن يمنعك من دخول الجنة إلى الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا جميعا على الإيمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.